السلام عليكم ورحمة الله. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: كنا معشر الأنصار أصحاب نخل، أي يكثر فينا زراعة النخل ونتميز به. فكان الرجل من الأنصار يأتي من نخله وقت الحصاد بالتمر على قدر كثرته وقلته. فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين، والقنو هو الغصن من النخلة بما تحمله من التمر، فيعلقه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقفا أو صدقة لفقراء المسلمين. وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من فقراء المهاجرين لا طعام لهم ولا مأوى، وكانوا يقيمون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم والجهاد في سبيل الله، والمعروفين باسم أهل الصفة. وكان الرجل من أهل الصفة إذا جاع أتى إلى القنو بعصاه وضربه ضربة فيسقط التمر والبسر فيأكل، ومعنى البسر البلح قبل أن يتحول إلى رطب. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بأسوأ وأردأ أنواع التمر، وكان أردأ أنواع التمر معروف بالشيص والحشف، ومعنى الشيص هو التمر الذي لا نواة له، والحشف هو التمر الذي يبس على القنو قبل أن ينضج، فكان يأتي بها ويعلقها في المسجد. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. قال الله عز وجل: يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب مما يسر الله لكم من المكاسب. ولا بد للنفقة في سبيل الله أن تكون طيبة في أصلها وحلال في كسبها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنفقة المقصودة في الآية الكريمة تشمل النفقة الواجبة وهي الزكاة المفروضة، وتشمل أيضا النفقة المستحبة وهي الصدقة. ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار والزروع والمعادن والكنوز وغيرها، فكل ذلك من عطاء الله لنا. انظر إلى الفلاح وتأمل، يضع البذرة في الأرض فتخرج آلاف البذور والثمار بإذن الله، وما نجده في باطن الأرض من ثروات ومعادن وكنوز بالتأكيد هي من عطاء الله لنا. نعم، نأخذ بالأسباب، ومع ذلك فإن عمل الله واضح وظاهر وجلي فيما يخرج من باطن الأرض. واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه، ولا تقصدوا الرديء والسيء لتعطوه للفقراء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أمرهم الله تعالى أن ينفقوا من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بالخبيث والرديء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولستم بآخذ هذا الرديء والخبيث لو أهدي لكم إلا أن تغمضوا فيه وتأخذوه وأنتم كارهون له على استحياء منكم، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ وكيف ترضون لإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عنكم وغني عن صدقاتكم، غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، ومع ذلك فهو حميد يجازي المحسن أفضل جزاء، حميد مستحق للثناء والحمد في كل حال. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يتصدق بالسكر، فإن سئل عن ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله